بس نبلش نحكي عن عالم الفخامة بنعرف انه في اسرار مخفية وعالم بحوطه الغموض وبصير بدنا نعرف اكثر. مثلا شو قصة برنامج القفاز الابيض عند روز رويس؟ وليش في خزنة خاصة موجودة بمصنع روز رويس الليل جدا اللي عندهم فتيحة؟ حلقة اليوم عبارة عن اسرار فخامة روز رويس من حلقة جديدة من اسرار وغموض عالم السيارة. قيادة محددة فخمة خاصة برولز رويس. Spirit of Ecstasy. 17 سنة بيعمل نفس الشغلة برولز رويس. هاي السيارة فقط للعائلة المالكة. بس قبل ما أخبركم شو أسرار فخامة رولز رويس لازم هلأ اشترك بقناة موتور 283 شانل على اليوتيوب وتفعل الجرس. رح نبتدي من برنامج القفاز الأبيض، يعني The White Glove Program. شو فكرته؟ فكرته يا جماعة أنت لما تشتري سيارة رولز رويس عندك الدرايفر قاعد قدام، إنما قيادة رولز رويس بتتطلب قيادة محددة فخمة خاصة برولز رويس، بالتالي ممنوع أنت وقاعد ورا لما درايفر يدعس بريك إنك تقرب راسك لقدام، أو لما يكون في صعود إنك تتحرك بعد السيارة، لازم تكون قاعد مرتاح لتعيش الفخامة على الآخر. بالتالي اللي فيك تعمله إنك تبعت الدرايفر تبعك على White Gloves Program، برنامج خاص لتدريب الدرايفر على شغلتين أساسيتين. أول شغلة إنه يقود السيارة بطريقة مريحة جداً بدون أي نوع من الارتجاجات للي قاعد ورا بالفخامة. والسبب الثاني، على فكرة صارت السيارة بتعمل هالأمور، يعني صارت روز رويس اليوم عن طريق الساتلايت تقرأ الطريق وبتعطيك قيادة مريحة، بس لازم الدرايفر يكون عنده القدرة انه يسوق بطريقة مريحة جدا فخمة جدا، بيقرا الطريق لقدام وبخليك قاعد مرتاح ورا. والسبب الثاني هو انه يقدر يفتح الباب بالمسكات الكرومية بدون ما يترك بصماته وينزع منظر الفخامة على سيارة روز رويس. واذا كنتوا مفكرين هذه الفخامة، بس انطروا لنبلش نخبركم عن الخزنة اللي موجودة وما حدا عنده كيف يفتحها. بالبداية روز رويس طبعا معروفة بالتمثال اللي موجود بمقدمة السيارة اللي يعرف باسم Spirit of Ecstasy. الفكرة منها انه روز رويس اللي حاليا من مجموعة BMW دفعت، تخيلوا الرقم معي، BMW دفعت 40 مليون دولار لحقوق استعمال Spirit of Ecstasy اشتريتها من فولكس فاجن مخصصة بامتلاك براند مثل رولز رويس، بس فقط ثمن حق استعمال Spirit of Ecstasy. واذا فكرتوا انه هيدي القصة قصة كبيرة، تخيلوا انه في خزنة خاصة موجودة برولز رويس بجودوود بمصنع رولز رويس، وهيدي الخزنة في اقل من حفنة اليد من الاصابع، هن الوحيدين اللي عندهم الاكسس كود اللي بيقدروا يفوتوا ويفتحوا الخزنة. وهيدي الخزنة فيها فقط على قد عدد Spirit of Ecstasy الكافيين لتصنيع رولز رويس ليوم واحد فقط. يعني الرولز رويس اللي بتطلع تاني يوم ما في إلا Spirit of Ecstasy، في أشخاص محددين بينزلوا كميات بحطوهم بالخزنة بيقفلوا عليهم. وهالقد أهمية هيدا الشعار اللي موجود بمقدمة روز رويس. واللي بدي اخبركم اياه، اذا جربت شي مرة تسرقها ما فيك، في 24 قطعة وصل موجودة داخل السيارة بتنزل التمثال لتحت وبتحمي. هالقد اهمية تمثال روز رويس Spirit of Ecstasy بالنسبة لشركة ضخمة فخمة مثل روز رويس. واذا مفكرين انه هون خلصت الفخامة، خليني اخبركم عن مارك كورت. هيدا الشخص تخيلوا عنده الشغلة الوحيدة، ما عنده غيرها، صار له 17 سنة بيعمل نفس الشغلة بروز رويس اللي هي بيرسم الخط اللي بيمتد على جنب السيارة من الأول للآخر،
وبسألكم الراتب تبعه رح تنصدموا بقوة، الراتب تبعه بالسكس فيجرز، يعني ست أرقام يا جماعة، يعني بيتخطى المليون دولار، ما بيعمل أي شيء تاني غير إنه بيرسم الخط من الأول للآخر باستعمال ريشي طبعاً ما في مكانات تستعمل. هيدي هي حرفية روز روز، وهو الأسرار اللي بدل على فخامة روز روز. ليش هذا الشيء هالقد مهم؟ السبب الأساسي إنه سيارة روز روز يتم طلاقها بطريقة خاصة جداً، بطلاق خاص جداً، يفحص بالعين المجردة لأي غلطة، بينشال كل الصبغ عن السيارة ويعاد البينت تبعها من أول وجديد. بالتالي هذا الشخص اللي بيجي بآخر شيء أقل غلطة بتأدي لإعادة السيارة من أول وجديد. من هون لازم يكون عنده حرفية عالية جدا، من هون السالري أو الراتب تبعه اللي بيتخطى المليون دولار لشغلة وحدة فقط ما بيعمل غيرها. والفخامة بتمتد حتى على نظام التعليق. نظام التعليق اسمه ماجيك كاربت رايد، يعني بساط الريح. هيك بتحس حالك أنت وقاعد بروز روز، لدرجة يقال أحد الصحفيين الأمريكيين كان عم بيتجول بسيارة فانتوم بتجربة قيادة رائعة جداً مريحة جداً، بيقطع بأحد البناطق اللي عم تتعرض لزلزال بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر، وبيقطع من المنطقة وبيوصل على محل نهاية التجربة، وتعرض حتى لارتجاجات ارتدادية. بس وصل ركن الفانتوم، نزل منها، سألوه الحمد لله على السلامة زمطت من زلزال، قال لهم أي زلزال. هالقد قوة الامتصاص اللي موجودة بنظام التعليق تبع روز روز فخامة. بعد معلومة أخيرة بعالم فخامة روز روز، ما فيك تشتري سيارة روز روز فانتوم 4 إلا إذا كنت من العائلة المالكي. بال 1950 كوين إليزابيث اشترت روز روز فانتوم 4، من وقتها تم القرار هاي السيارة فقط للعائلة المالكي. أنتج منها 18 سيارة، ما أنتج غيرهم، هو 18 سيارة يعتبروا من الأفخم عالميا. وبعد في كتير من أساطير الفخامة اللي إلها علاقة بأسطورة الفخامة رولز رويس، إنما حنوقف هون وما نقلكم غير كلمة واحدة: تصبحوا على فخامة.